أنا المهندس رفيق جبري من جامعة الرشيد الخاصة. مشروعنا لليوم هو الرؤية عفوا تصميم نظام فرز أوتوماتيكي باستخدام الرؤية الحاسوبية. زملائي المشاركين هن أبي الخباز وفارس ياسين، الدكتور المشرف والدكتور إياد موراني. مشروعنا هو عميل خط سير هيقوم بمعالجة الصور، معالجة صورة كل التفاحات اللي بتمرق من خلال هاي الكاميرا، وحيحلل إذا كانت هاي التفاحة فريش أو روتن. طبعا هذا البرنامج كله صاير بلغة البايثون. حيقوم ببعث سيريال عن طريق سيريال كوميونيكيشن لبرنامج الأردوينو اي دي اي، وحيخبر البرنامج الأردوينو بوجود قيمة واحد أو صفر. فبس يوصل للزراع، طبعا في حساس هون الترا سونيك، حينبه الزراع عن طريق المتحكم اي اس بي، هتفتح الزراع وتنقل التفاحه للمكان المناسب للتفاح، ان كان فريش او ان كان روتن. مثلا اذا كان فريش فحتفتل 180 درجه، حيكون في بوكس هون، وان كانت روتن فحتفتل 120 درجه، تحطها في مكان مختلف. في اسمي علي شلهوب من جامعه الرشيد الخاصه، اختصاص ميكاترونكس. دكتور المشروع المشرف الدكتور شوقي المريشي. المشروع تبعنا هو عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد، بتاخد مجسمات مرسومة على برامج كاد، بنحولها لشغلات ملموسة عن طريق تحويل المجسم للغة برمجة تفهم الطابعة اللي هي الجي كود. وفي لها برنامج تاني هو اللي بيقوم بعملية التقطيع وتجهيز الطابعة، انه القياسات، درجة الحرارة، المواد المستخدمة، مدة مدة الصناعة، أي شيء بتعلق بأي عن طريق البرنامج التحكم فيه.